جفاف البشره والضبابيه مالت العيون او حمار مال العيون، هذا نقص فيتامين اي. ولكن هل احنا ناخذ فيتامين اي تتصلح المشكله؟ ممكن اي وممكن لا. نفترض شخص عنده هذه الاعراض وخذ فيتامين اي وما منه اي فايده. حلو، شو اللي ينقصه؟ ينقصه الزنك. يعني مشكلته مو فيتامين اي، مشكلته مع الزنك. ليش؟ انا اقول لك، الزنك هو اللي ينشط فيتامين اي، من غير الزنك فيتامين اي ما راح يتنشط. انزين، احنا ايش ضمن لنا ان جسمنا فيه زنك؟ ولكن يمكن واحد يقول وحده انا اكل زنك، ولكن الزنك شوي صعب. ليش صعب؟ لان الزنك عشان ينهضم داخل الجسم يحتاج حمض معده قوي. يمكن انا اكل الزنك واكل محاريات واكل اغذيه تحتوي على الزنك، ولكن الزنك ما ينهضم، فاحساس كذي ما راح يشكل فيتامين اي. عرفنا؟ شو نسوي؟ نشرب مثلا خلط تفاح ملعقة على كوباية قبل كل وجبة، وبعدها ناكل الأغذية اللي تحتوي على الزنك ويتنشط فيتامين اي، وبعدها جلدك يصير 100% وعينك تصير 100%. ايش كثر الجسم يحتاج كمية ماي؟ خليك من هذا القسمة 2 لتر 3 لتر 4 لتر، خليك من الحكي هذا لان حكي فاضي. الجسم هو يخزن الماي، متى ما احتاج ماي راح يعطيك اشارات. اول اشارة العطش، ثاني اشاره الجوع. يمكن انت تكون جوعان مو عشان تبي تاكل، لا، الجسم اعطاك اشاره العطش باشاره الجوع، فاشرب ماي. اذا طخ الجوع خلاص يعني جسمك محتاج ماي. ايضا شنو؟ جفاف شوي بالبشره، اذا حسيته جسمك محتاج ماي. وايضا شنو؟ تكرمون بالبول. يعني شنو بالبول؟ اذا شفت البول وايد غامج اشرب لك كاسين ثلاثه، بعد شوي لين غامج كاسين ثلاثه، شفت رد باللون الشفاف اللي يميل للصفار الخفيف هذا، هني معناته الله يعطيك العافيه لا تشرب ماي. ها انا اتكلم بالنسبه حق الناس اللي ما تحب الماي، ضروري جدا تسوي وتركز على العلامات هذه. يعني انا واحد من الناس بصراحه ما احب الماي، ولكن من الاشارات اذا شفتها على طول اشرب لي ماي. اوكي، خليك من قسم 10 على 6 واشرب. لا 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 لا، مو دولكه، جسم انسان هذا في سيستم.